معنا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بحضرتك يا استاذ عصام. تعقيبك بقى يا فندم النهارده بعد هدف محمد صلاح. اهلا بحضرتك وبكل مشاهدي سي بي سي. اهلا يعني بيه. طبعا هدف عاد لليفربول ان الهداف هو نجمه محمد صلاح او مو صلاح زي ما الناس بتغني له في انجلترا وفي كل العالم. ايضا كان هدف له مذاق خاص، فتشيلسي ومورينيو او سبيشال وان هم من كانوا قد اكدوا ان صلاح ليس وقت وجوده في الدوري الانجليزي، الدوري اللي بياتي على راس قائمه البيك فايف او الخمس دوريات الكبرى. عشان كده بس خلي بال حضرتك وكل الساده المشاهدين، مش فكره انه صلاح يعني بيرد لهم ابدا، هي فكره انه صلاح بيدور على مكانه لليفربول بحجم ثقه جماهيره وثقه طبعا الجماهير الانجليزيه فيه، ومن ثم هو ده اللي كان مخيم على الفريق كاملا. طبعا هدف سادو ماني عمل انفراجه سريعه جدا، وبالتالي جاءت الاهداف لتؤكد على قرعه امم افريقيا 2019 في المحروسه ان شاء الله، خاصه وان سادو ماني هو صاحب الهدف الاول وهو نجم السنغال، ومو صلاح صاحب الهدف الثاني وهو نجم مصر ان شاء الله. وبالتالي حتى حين تتوقفي امام الهتافات العنصريه فكما اكدتي مجرد فصيل شاتت عن لا علاقه له بالجماهير الحقيقيه لتشيلسي. مؤكد لا بالتشيلسي ولا بالجماهير الانجليزيه اللي في اقوى اوقات غضبها وشده، يعني الاوقات اللي طولب فيها باستبعاد المشاغبين كانوا مجرد مشاغبين خارجين على القانون، لكن ابدا لم يذهبوا نحو هذه العنصريه. وبالتالي شفت حضرتك كل وسائل الاعلام ونقلتي لجمهورك العظيم المحترم كتير الحقيقه، يعني الاسماء كتيره، انا نقلت اسماء يمكن الاشهر، لكن ممكن اقول لحضرتك ان الصحافه الفرنسيه كمان يعني كانت عندها عناوين ضد ما حدث كبيره وكثيره، مش بس الصحافه الانجليزيه اللي كانت ضد هذه الهتافات وشايفه انها غريبه يعني على جماهير تشيلسي. انه اللي حاصل فعلا يؤكد انه لمو صلاح مكان دولية، بالإضافة لأنه الناس إذا قالت أننا متحضرون فرفض العنصرية ده يعني كده زي سلام عليكم، وبالتالي قدموا ده. أنا الحقيقة في موقع بس مش فاكر الاسم، لأنه زي ما حضرتك قلتي مش من كبريات يعني وكالات الأنباء أو الصحف أو المواقع، أي اللي عيب عنوانه عيب. وبالتالي إحنا فعلا لازم نفتح زاوية رأي ونقول أنه كمان الخارج عن القانون بهذا الشذوذ، لا المواجهة قادمة. وده ينقلنا لخانة انه فعلا لابد من ايقاف كل ما يمكن ان يكون خروج عن المألوف في عالم كرة القدم، واحنا كمصريين نجومنا ونجومنا العرب ونجومنا الافارقة اكثر من يعانوا من هذه الهفوات، وبالتالي هي فرصة ان احنا نقدم النموذج بقى المختلف لحضاراتنا. والنموذج الموقع اللي حضرتك بتتحدث عنه يا استاذ عصام هو موقع اسباني، ووصف ووصف ما حدث بانه فضيحة انجلترا، يعني هو يعني كبر الموضوع لمستوى اكثر من الرياضة، انه ده لا يصح اساسا في المملكة المتحدة ما حدث من ستة من مشجعين تشيلسي، بانه يجب أن تكون هناك وقفة حاسمة ضد ما حدث ووصف محمد صلاح بالمفجر. الحقيقة هو لو وصف بالمفجر فمحمد صلاح فعلا فجر شباك تشيلسي النهاردة بالهدف اللي كان في توفيق كبير ليه. وهو أيضا مفجر شيء. الحقيقة لازم نشكر يعني إنجلترا وكل جماهير العالم بصراحة، لأنهم عندما يتحدثوا عن مفجر فقالوا أن صلاح مفجر الإنسانية، قالوا ان صلاح بات مفجرا لكل ما هو عمل خيري، وكانه يعني ليس بلاعب الكره والنجم العالمي وفقط، لكنه واحد ممن يبحثون عن حقوق كل اصحاب ربما الرعايه الخاصه والاطفال، بل على العكس هو مشارك الان في اكثر من برنامج دون اعلان من البرامج اللي فيها نوع من التبرع بالوقت حتى قبل المال، والناس هتشوف ده قريبا ان شاء الله. نموذج عربي مصري مشرف طبعا نجم، والحقيقه برضه هو نموذج متحضر للاعلام الانجليزي اللي ما استناش وكان هو البادئ بالمطالبه
بفصل هذه الرؤوس عن جسم الرياضة وكرة القدم تحديدا. أختتم معاك برؤيتك للمنافسة في الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي طبعا النهاردة ليفربول متقدم ويبيت ربما ليلتان أو ثلاث على القمة بفارق نقطتين عن المان سيتي، لكنه المان سيتي له مباراة مؤجلة، لكن الأهم أن صلاح استعاد قوات تهديفية ليسعد كل جماهير فريقه الليفر، وبالتالي أصبح وأجويرو متعادلين في نسب التهديف لأنه صلاح هو اللي كان متصدر، وبالتالي لا يعني القطار العربي المصري الكروي المشرف مو صلاح يسير بخطى ثابتة، ونأمل إن شاء الله أن يظل هكذا دائما، لأن مو صلاح ما بقاش بالنسبة لنا مجرد لاعب كرة، أصبح نموذج للشباب العربي أخلاقا وسمعة وأيضا لبلاده العربية التي تهاجم من خفافيش الظلام. وعشان كده الحقيقة كنت يعني بضحك متأسيا وهم بيوصفونا مفجرين، أنتم الذين تفجروا كل القيم الإنسانية إذا تركتم هكذا أشياء. توقعاتك لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي الآن يا فندم؟ الماتش سهل نظريا على الزمالك، لكن في كرة القدم السهولة باتت يعني لا منطق، خاصة كمان ان هذا الفريق من طعم وسمات الكرة العربية في شمال افريقيا، صحيح ما هواش اهلي وزمالك يعني الشمال العربي الافريقي، لكنه قوة كروية لا يستهان بها الحقيقة، فمن استعابت شوية نقول لجمهورك اذا ما كانوش يعني وقتهم مستمع انه فرجاني ساسي الاسطى صاحب يعني منطقة المناورة رئيس هيئة الأركان الكروية للبيت الأبيض خرج مصاب، وده يعني العوض طبعا في محمد إبراهيم، ويعني أكيد هو نجم أيضا، لكن الحقيقة دربكة حصلت هيتلاشاها أكيد الجهاز الفني ونجوم الزمالك، ليس أمامهم إلا فرحة للدار الأبيض النهاردة ولمنطقة ميت عقبة بل وكل الشوارع العربية والمصرية الزملكاوية تنتظر فرحة لعبت الزمالك جديرة بيها الحقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عصام شلتوت النقد الرياضي الكبير، شكرا يا فندم على وجودك معنا.